الإيمان بين الوحي الإلهي والعقل البشري هو عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث تطرق الأب فرح عجزين في إجابته عبر اتصال هاتفي إلى ثمار الإيمان، ومن ثم كيفية إخضاع العقل لسمو الوحي. فإلى هناك أبونا، اليوم موضوعنا غني وعميق، لكن منحاول إحنا نبسطه للمؤمن اللي عم بيسمعنا، لأنه فعلا فلسفي لاهوتي أخلاقي ممكن، أو حياتي كمان، لأنه عم بيخص الإيمان بين العقل والوحي. فتفضل أبونا. شكرا. على كل حال، ما في شك أنه حادثة توما مع السيد المسيح بتساعد الإنسان أن يأخذ الموقف ما بين العقل والإيمان، ما بين العقل اللي هو التومة بده يؤمن بواسطة العقل، وما بين السيد المسيح الذي ينادي بالتطويب لكل من يؤمن ولم يرى. فتومة لم يؤمن إلا بعد أن رأى أثار الجراح في يدي المسيح وجنبه، وبذلك يكون هذا الرسول مثالا لنا في الإيمان، ويفهمنا هذه النقاط الثلاثة: أولا، ما هو موضوع الإيمان؟ ثانيا، ما هي شروطه؟ ثالثا، ما هي ثمرة الإيمان؟ حتى إذا ما زدنا إيمانا راسخا بالمسيح القائم من بين الأموات، نستحق أن توجه إلينا كلمة المسيح: طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. أولا، موضوع الإيمان. ظهر السيد المسيح عشية قيامته لتلاميذه المختبئين خوفا من اليهود، وقال لهم: السلام عليكم، وقلدهم سلطان الحل والرب بقوله: من غفرتم له خطايا تغفر له، ومن أمسكتم عليه الغفران يمسك عليه. وبذلك رد صريح على أولئك الذين يدعون أنهم يعترفون للمسيح مباشرة ولا حاجة للاعتراف أمام الكاهن. وأعتقد لو كان المسيح منظورا على الأرض لهرع هؤلاء الخطأ إلى الكاهن مباشرة للاعتراف عنده، خوفا من نظرات المسيح الفاحصة على مثال اليهود الذين عندما ظهر لهم الرب على جبل سيناء قال لموسى من الخوف: كلمنا أنت ولا يكلمنا الله لئلا نموت. عرف التلاميذ يسوع حق المعرفة بعد أن راهم يديه وجنبه، وأثار الجراح ما تزال بادئ عليه، واعترفوا به ابنا لله. فالمسيح القائم من بين الأموات الذي يحمل في جسده أثار الجراح والصلب هو موضوع الإيمان. كل من يؤمن به، وهو لا يزال إلى اليوم وإلى مدى الدهور مع كنيسته، وإن كان بشكل غير منظور تحت أشكال الخبز والخمر في القربان المقدس الطال، سأكون معكم كل الأيام إلى منتهى الدهر. ما هي شروط الإيمان؟ أخبر التلاميذ زميلهم توما بقيامة المسيح فلم يصدق، وصرح قائلا: لن أؤمن ما لم أضع يدي في موضع الجراح في يديه وفي جنبه. وبعد 8 أيام ظهر يسوع ثانية للتلاميذ ونظر إلى توما نظرة العاتب الإثم، وقال لتوما: توما، هات إصبعك إلى هنا، فانظر يدي، وهات يدك فضعها في جنبي، ولا تكن منكرا بل مؤمنا. لما رأى توما صدق، وكان عليه أن يصدق وعود المسيح لتلاميذه، لأن المسيح قد أثبت وعوده وكلامه بالعجائب والمعجزات، وسمعه يقول: إني لقادر على نقض هيكل الله وبنائه في 3 أيام. كان عليه أن يصدق أقوال إخوته الرسل الذين أكدوا له قيامة المسيح، لكنه لم يؤمن حتى رأى، عندها سجد وقال: ربي وإلهي. كثيرا ما نتشبه نحن بتوما، إذ ننسى تعاليم المسيح بالإنجيل المقدس، وننسى معجزاته، وننسى قيامته، ونطالب على مثال اليهود المزيد من العجائب الفورية حتى نؤمن. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن بالمسيح وبتعاليم المسيح كما جاءت في الإنجيل المقدس، ولا يزعزع إيمانه للأمور التي تمر عليه في حياته مهما كانت صعبة، ولا ما يرى ويشاهد من شكوك في حياة الكنيسة. ومن لم يؤمن بكتاب المسيح لن يؤمن حتى ولو شاهد العجائب، كما قال يسوع في مثل أليعازر والغني: إذا لم يؤمن بموسى والأنبياء، أي بكتب الأنبياء، لن يؤمنوا حتى ولو قام واحد من بين الأموات.
فأساس الإيمان إذن هو تصديق لكلام المسيح الذي جاء في الإنجيل المقدس.